بسم الله الرحمن الرحيم. من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. تعالى الله وإياكم. بعد أن عرفنا في الدرس الماضي أن الكلام في لغة العرب إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، فالآن سندخل في تفاصيل أخرى تتعلق بهذه الأقسام الثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف. ذلكم أن العرب اصطلحت على أنها تغير شكل الإعراب الذي يكون في آخر الكلمة، تغيره بحسب المعاني التي تريد التعبير عنها. فإذا أراد مثلا شخص أن يقول مثلا تعلمت العلم، فإنه ينصب العلم لكي يعرف أن العلم هو الذي تعلم، وأنه هو من تعلم هذا العلم. فإذا أراد أن يقول إن العلم قد تعلم ولا يريد أن يعبر، أن يعرف شخص من هو الذي تعلمه، هل هو هو غيره، يقول تعلم العلم، فيسنده للمجهول ويرفع كلمة العلم. فكلمة العلم هنا تغيرت حركة إعرابها، وتغير المعنى تبعا لتغير حركة هذه الإعراب. فلو قلت لك مثلا هذه المدرسة، هذه المدرسة جيدة، أو هذه المدرسة حديثة أو كذا، فنحن نقول المدرسة حديثة مثلا. الكلمة الأولى مرفوعة والكلمة الثانية مرفوعة، هذا مبتدأ وخبر كما سيأتي. لو أردنا أن نغير المعنى، فإننا نغير حركة الإعراب. لو أردنا مثلا أن نؤكد هذا المعنى فنقول إن المدرسة حديثة هنا، أدخلنا حرف التوكيد إن، ونصبنا الصدر الأول الذي كان مرفوعا صار منصوبا، وهكذا. يعني كلما أردنا التعبير عن معنى نغير أواخر الكلمات بحسب هذه المعاني التي نريد أن نعبر عنها. لذلك ندخل عوامل ونحذف عوامل، وبحسب اختلاف هذه العوامل وجودا وحذفا وبحسب تبادلها يتغير إعراب الكلمة. وبناء على ذلك سيكون الكلام عندنا، الكلمات عندنا وهي الاسم والفعل والحرف، لا تخلو من أحد حالين. أي كلمة لا بد أن تكون إذا تغيرت العوامل عليها تتغير. جاء عامل رفع ترفع، جاء عامل نصب تنصب، جاء عامل جر تجر، جاء عامل جزم تجزم. إذا كانت الكلمة جامدة مهما جاءت العوامل تبقى كما هي، لا يتغير منها شيء، لا تشعر بالعوامل. فهذه الكلمة تسمى مبنية. والكلمة الأولى التي تتأثر بالعوامل وتتعاطى مع العوامل تسمى معربة. ولأن الكلمات أكثرها كذلك فيسمى علم النحو علم الإعراب، علم الإعراب. والإعراب في الأصل هو الإبانة والإفصاح. قال عرفت عما في ضميري معناها أبنته وأفصحته. فإذا قلت فالإعراب لأنه يفصح عما في ضمير صاحبه يسمى، لأن النحو حركة العوامل هذه أو تغير نهايات الكلام بحسب تغير العوامل يتغير بحسبه
خلل الإنسان وما يدور بخاطره وما يفكر فيه وما يريد للآخرين أن يفهموا عنه، يسمى علم الإعراب. إذا ما هو الإعراب؟ هو علم النحو. إيه بشكل عام النحو يسمى علم الإعراب، لكن الكلمات إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، ليس هناك خيار. كلمة إما أن تكون اسما أو تكون فعلا أو تكون حرفا. الكلمة إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا، هذه تجاوزناها في الدرس الأول. هذا النوع من الكلام وهو الحرف مبني دائما لا يتغير، هو كما هو، إذا عن فيه هكذا باقي كما هو، لا يتأثر بالعوامل، لا تدخل عليه العوامل لكي تؤثر عليه، وإذا دخلت عليه فلا تؤثر عليه أصلا. إذا هذا كل الحروف نستطيع أن نأخذ قاعدة أن كل الحروف مبنية. طبعا بعضها مبني على السكون وهذا هو الأصل، بعضها مبني على الفتح، بعضها مبني على السكون لذا من مثلا حرجة مبني على السكون، بعضها مبني على الفتح مثلا لا على مبني على السكون سوف سوف بعضها مبني على الكسر مثلا ماذا؟ بي مثلا الجارة والي الجارة وما كذا. يعني الحروف دائما مبنية. طيب الأسماء هل هي دائما مبنية؟ الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. سنوضح مثال. لو قلت لك جاء زيد، هنا زيد مرفوع صح؟ قلت لك رأيت زيدا، زيد هنا نفس الكلمة زيد صارت منصوبة. لو قلت لك مررت بزيد، زيد هنا مجرورة. إذن هذه الكلمة التي مرة ترفع ومرة يعني إذا مرة يظهر عليها الضم ومرة تظهر عليها الفتحة ومرة تظهر عليها الكسرة، يعني يتغير حركة الإعراب بحسب العوامل. هنا جاء فعل أسلمت إليه وصارت فاعلا رفيعا، وهنا جاء فعل مع فاعله فنصبت مفعولا، وهنا جاء حرف جر مجرورا، هذه الكلمة تسمى معربة. إذا نستطيع أن نقول زيد هنا من معنى الأسماء المعربة، لأنها يتغير آخره بحسب العوامل الداخلة عليه. فإذا دخل عليه عامل رفع رفع، وإذا دخل عليه عامل نصب نصب، وإذا دخل عليه عامل جر جر. نأخذ مثال آخر. لو قلنا جاء الذي يدرس، ندخل عليه العامل الذي هنا بمذهب زيد مرفوع صح؟ لأنه هو الفاعل. لو قلنا رأيت الذي يدرس، جاء عامل نصب وبقيت كما هي، مررت بالذي يدرس. لو لاحظتم الذي هنا بقيت كما هي، جاء عامل رفع فبقيت كما هي، جاء عامل نصب فبقيت كما هي، جاء عامل جر فبقيت كما هي، ماذا نسميها؟ مبني. إذا الاسم نستطيع أن نقول أن الأسماء نوعان، منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. فالمبني هو الذي يلازم حالة واحدة مهما دخلت عليه من دخل عليه من العوامل يبقى حالة واحدة، والمعرب هو الذي يتغير آخره سواء كان التغير حقيقيا التغير ظاهرا أو مقدر. في هذه الحالة الاسم الموصول هو الذي يعتبر مبني الموصول كله. لا هذا ليس فقط الاسم الموصول الذي يعتبر، هذه الكلمة وهي الاسم الموصول تعتبر مبنية، وسنتكلم عن البناء. المهم الآن نستطيع أن نقسم الاسم إلى نوعين، عندنا اسم
معرب واسم مبني. متى يكون الاسم مبنيا ومتى يكون معرب؟ الحقيقة الأصل في الاسم هي المعرب، لأن الأسماء أكثر شيء ذو الحرف والاسم، لذلك جعلها معربة ليتسع بالكلام بها. لكن هناك بعض الأسماء تكون مبنية، إذن البناء هو الاستثناء والأصل هو الإعراب. إذا كان الأصل هو الإعراب فلا نحتاج إلى معلل الأصل، نحتاج إلى معلل الطارئ وهو البناء. فقاعدة النحويين أن الحرف، أن الاسم إذا شابه الحرف بني. الأسماء التي تشبه الحروف سواء في قلة عدد، في قلة حروف هذه لمن فهل والذي وما إلى ذلك، تشبه الحروف في شكلها، أو سواء أشبهتها في المعنى أو في الافتقار أو غيرها من الأمور التي سترسونها في المطولات. المهم إذا شابه الاسم الحرف بنية. متى يشابه الاسم الحرف؟ هناك أبواب شابهت الحرف بأنواع من الشبه لا نتعرض لها هنا، لكن نذكر الأبواب فقط حصرا. يعني كل اسم، نستطيع أن نقول كل اسم وجدت حروف فهو معرب إلا إذا كان أحد الأبواب التالية، فهي كلها مبنية. الموصولات الذي وفروعها، الذي والتي واللذان إلا اللذان واللتان التانية ليست مبنية، الذي والتي والذين واللاتي واللاهي وما شابه ذلك. الأسماء أسماء استفهام. من الاستفهامية ومتى وأين وأيانا، هذه كلها مبنية. أسماء الإشارة كلها مبنية، مثل هذا وهذا ذا وذي وتا وتي وما شابه ذلك. الرابع الضمائر كلها مبنية، وقد مر معنا في درس الماضي نماذج من الضمائر كلها مبنية. الخامس أسماء الأفعال. لا، أسماء الأفعال إذا صح بمعنى اسكت، ووجه بمعنى توجه، أوه بمعنى أوه بمعنى توجه وما شابه ذلك، هذه كلها مبنية. طبعا اسماء الشرط كذلك.
الجبل شرقيا وما شرقيا. من يفعل كذا يكون له كلام. من يعمل سوءا يجزي به. من وما تفعل من خير إذا ليس من هذا إذا نستطيع أن نقول الاسم إذا كان يتغير بحسب العوامل الداخلة عليه فهو معرب. إذا الإعراب هو تغير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها، سواء كان هذا التغير ظاهرا أو مقدرا. كيف نعرف أنه مقدر؟ إذا كان آخر حرف عدة ألف أو واو أو ياء هنا لا يظهر عليه، يستثنى العرب أن يظهر عليه حركات الإعراب. لأنه قلنا جاء موسى، رأيتم موسى، مررتم بموسى. لاحظوا موسى بقيت كما هي، لكن السبب أن حرف العلة لا يمكن أن يظهر عليه الحركة. لو قلنا موسى وموسى وموسى هذه استثقال، فلذلك يبقى كما هو. ولا نقول انه مبني لانه ليس هناك شبه بالحرف، ليس مبنيا وانما هو معرب يشبه المبني بالصوره، من جهه اننا لم نرى تغيرا حصل، لكن عدم التغير هنا ليس بسبب البناء وانما هو بسبب وجود حرف عنده، بسبب وجود المانع الذي يمنع ظهور الحركات. اذا كان الاسم معتلا للعصا مثلا نقول هذه عصا، هذه مبتدا اسم مبني لأنه اسم إشارة، العصا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ذلك المقصود. رأيت أو أخذت العصا، قلنا أخذ فعل ماضي مبني، تأتى فعل ضمير مبني أيضا، العصا مفعول به منصوب على رسم الفتحة المقدرة، الأصل العصاية لكن استثقلت. إذا نقول هذه معربة لكن إعراب مقدر. كذلك مثلا لو قلت جاء غلامي، غلامي او جاء ولدي، لو لم تضف الياء المتكلم قلت جاء ولد ورايت ولدا ونظرت لولد، لكن اذا اضفته تقول جاء ولدي ورايت ولدي ومررت بولدي، بقي كما هو غير معرب ولدي معرب، ولكن منع المانع لظهور الحركات. ياء المتكلم اذا اتصلت بالفعل بالاسم وجب أن يكسر ما قبلها لمناسبة لكي يمكن مده، الياء تناسب مد الكسرة فيكسر، لكن نقول هذا إعراب مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. يعني نقصد أن الإعراب هو تغير أواخر الكلم بحسب اختلاف العوامل الداخلة عليها، سواء كان هذا التغير ظاهرا أو مقدرا. متى يكون مقدرا؟ إذا اتصل بضمير إلى بياء المتكلم أو كان آخره حرف علة، هذا الموضعان يقدر في الإعراب، وما سواها فالإعراب لا بد أن يكون ظاهرا. متى يقدر الإعراب؟ في المعتل من الأفعال والأسماء، ويقدر في المضاف لياء المتكلم من الأسماء، وما سوى ذلك من الأسماء المعربة فإعرابه إما بحركات ظاهرة أو بحروف كما سيأتينا بعلامات الإعراب. نعم. أحرف العلة تقدر عليها جميع الحركات؟ أو سؤال شيء. سيأتينا إذا في الأوقات التي يستثقل فيها النطق تحريك حرف العلة تقدر، وفي الأوقات التي لا يستثقل فيها تظهر كما سيأتينا باسم المنقوص أنه يظهر عليه النصب ويقدر فيه الرفع والجر، لكن لا بد من أن نتدرج قليلا شوية. يكفينا أن نفهم الآن أن الأسماء بعضها معرب وبعضها مبني، وأن المبني يلزم حالة واحدة، وأما المعرب فيتحرك ويظهر عليه تغير إلا إذا منع مانع من الظهور فيكون معربا بإعراب مقدر. ما هو المانع من الظهور؟ أن يكون آخره حرف علة أو يكون مضافا لياء المتكلم. إذا أي اسم ليس مضافا لياء المتكلم وليس آخر حرف علة، الأصل أن نبحث عن
حركة إعراب تكون ظاهرة، إما حركة ظاهرة أو حرف كما سيأتينا بعلامات الإعراب. إذن الآن بقي أن نعرف أنواع الأفعال، نعرف أن الأسماء منها معرب ومنها مبني. الأفعال هل هي معربة أو مبنية؟ معربة. الأفعال مثل الأسماء أيضا منها معرب ومنها مبنية، لكنها تختلف. الأسماء الأصل فيها الإعراب والبناء استثناء، أما الأفعال الأصل فيها البناء والإعراب استثناء. لذلك الأفعال ثلاثة أنواع: ماضي وأمر ومضارع. الماضي دائما مبني، الأمر دائما مبني، المضارع منه معرب ومنه مبني. إذن عندي الأفعال ثلاثة أنواع: ماضي ومضارع وأمر. الماضي مبني دائما، قال مبني على الفتح، قلت مبني على السكون إذا اتصل به، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون، إذا لم يتصل به يبنى على الفتح، إذا اتصل به واو جماعة بني على الضم، قالوا يعني هو نعم. الأسماء قلنا يكون الاسم معربا مقدرا إذا كان في حالتين، أولا إذا كان المانع حرف عل أو إذا كان المضاف إليه المتكلم. لو تسمح مثال على المضاف إليه المتكلم. مثلت ولدي، قلت جاء ولدي، ولدي هنا هذه معربة، مع أن يقول جاء ولدي ورأيت ولدي ومرت بولدي، من نظر إلى ولدي هذه ثابتة في الرفع والنصب والجر يظن أنها مبنية، يعني شكلها مبني، لكن هذا ليس لا يسمى بناء، يسمى إعرابا لكن إعراب مقدر. إعراب مش ظاهر. إيه إعراب مقدر. شيخ يعني أمكن يعوض الإعراب الأفعال، يعني مثلا ما الذي يمكن أن هذا هو موضوع جميع الأبواب التي ستأتينا، هي عوامل الإعراب. من عوامل الإعراب الفعل، لأنه يحتاج إلى فاعل، الفعل عامل لرفع الفاعل. عندنا المبتدا عامل لرفع الخبر، وعندنا التجرد من العوامل عامل لرفع المبتدا، وعندنا التجرد من العوامل عامل لرفع فعل المضارع. سيأتينا كل الأبواب التي استأتيناها هي عوامل، كل عامل يضرب معمول، هذا المعمول قد يكون يقتضي الرفع كالفاعلية مثلا تقتضي الرفع، وقد يكون يقتضي النصب كالمفعولية، وقد يقتضي النصب أيضا كالحال، وقد يقتضي النصب كالمفعول مطلق، وقد يقتضي الرفع كخبر مبتدأ مالا. فنقرأ في الأبواب اللاحقة كل شيء مرفوع أو منصوب، أو مرفوع في حالة منصوب في حالة. الفعل المضارع مثلا إذا تجرد على العوامل مرفوع، عامله يعني الأصل فيه أنه مرفوع، إذا رفعه لا يحتاج إلى تعليم. ليس في كل حالات المضارع. الأصل فيه أنه إذا تشرد على العوامل يكون مرفوعا. فإذا جاءت عوامل نصب وصل، إذا جاءت عوامل جزم جزم. مرفوع بدون أي عامل. أيوه. مضارع مرفوع. يعني مضارع. في المضارع إذا تشرد على العوامل نصب. هذا كما حالات. هذا أمشي. أيوه. هذا فعل مضارع. أمشي فعل مضارع مرفوع. على الرقم ظاهر مش ظاهر لكنها مرفوع، نقول معرب ليس مبني، مرفوع لا مخطر لأن حرف عدة أخذ حرف عدة. شيخ أزيد لبس أنا ما أحتاج الأسئلة قد تشتتنا، ممكن ما يجينا إلى آخر الدرس. إذن الفعل إما أن يكون ماضياً، والماضي دائماً مبني بغض النظر عن بنائه. سيأتينا في أفعال المضارع إن شاء الله أنه إن كان لم يتصل به شيء فهو مبني على الفتح، إذا اتصل به هو المتكلم يبنى على الضم، إذا اتصل به نون النسوة نون التوكيد أو نون النسوة يبنى على الفتح، إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك يبنى على السكون. فعل الأمر دائماً مبني على ما يجزم به مضارعه. المضارع هو الذي يشبه الفعل بالاسم من جهة أن بعضه معرب وبعضه مبني. إذا الماضي دائما مبني لكن تتغير حالة البناء، بعضه مبني على الضم وبعضه مبني على الفتح، والأمر دائما مبني.
يجلس الطالب على المقعد مقعد. لاحظ يجلس هنا مرفوع. لو قلنا لن يجلس الطالب على المقعد تكون منصوب. لو قلنا لن يجلس الطالب على المقعد لكان مجزوم. إذا الفعل مضارع مرة يكون مرفوع، مرة يكون منصوب، مرة يكون مجزوم، صح؟ من الاسم مرة يكون مرفوع، مرة يكون منصوب، مرة يكون مجرور. فالاسم لا يجزم والفعل لا يجر، ويشتركان في الرفع والنصب. إذا الفعل المضارع نقول هذا الفعل المضارع معرب، لأنه لم يتصل به، لم يتصل به ماذا؟ ناصب ولا جازم، ولم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره نون النسوة ولا نون التوكيد. إذا اتصلت بآخره نون النسوة ونون التوكيد يبنى على ماذا؟ على الفتح. وإذا اتصل وإذا جاءه عامل، إذا جاءه عامل نصب، إذا لم يتصل تجرد عن نون النسوة ونون التوكيد، ففي هذه الحالة يعرف بحسب العامل الداخل عليه. إذا دخل عليه عامل نصب ينصب، دخل عليه عامل جزم يجزم، دخل عليه لم يدخل عليه عامل يبقى على ما كان عليه من الرفع. إذا نستطيع أن نقول أن الأسماء الكلمات إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، والحروف كلها مبنية، والأفعال منها ما هو معرف ومنها ما هو مبني. فالماضي مبني دائما، والأمر مبني دائما، والمضارع إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد أيضا يبنى، وإذا لم يتصل به نون النسوة ونون التوكيد يعرب. هذا هو الخلاصة كلها، أن الإعراب هو التغير الذي يكون في أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها، سواء كان هذا الإعراب ظاهرا أو كان مقدرا، والتقدير يكون في المعتل وفي المضاف إلى المتكلم يا أسماء. استطيع أن أسجل هذه. أما الأسماء فمنها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. فالمبني منها هو الأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، والضمائر، وأسماء الأفعال، وأسماء الشرط. وما سوى هذه الأبواب الستة معرب. طبعا يستثنى من أسماء الإشارة التهنية، ويستثنى من أسماء الموصولة التهنية معربة، وما ليس مثنى منها فهو. إذا كنا فهمنا هذا ننتقل في علامات الإعراب. لا يبنى، يبنى على الفتح. لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، لا تبلون، لا ينبذن ولا لا ينبذن حطنا واحد. في سؤال قبل أن ننتقل للعلامات؟ لو الأخوات عندهم سؤال يكتب لنا أسئلتهن لكي تصل إلينا. مجزوم بلا بلا معلمة بجزم السكون. اي سكون؟ السكون الطالب يعني لام الساكن. ايوه ايوه هنا تبقى ساكن. هل تكتب لم يجلس الطالب او تكتب لم يجلس الطالب؟ هو المعادل عن المجزوم بالسكون المقدم. احنا اذا نطقنا، اذا وقفنا سنقول لم يجلس، واذا لم نطق سنكسر السين نقول لم يجلس الطالب. لكن الفعل لا يجلس، الحركه هنا حركه عارضه بسبب التقاء الساكنين، وليست حركة حقيقية، ليست حركة إعراب. ماذا نقول؟ نقول مجزوم. نقول مجزوم بالسكون. لا، سكون الظاهر. هو ظاهر. هذا بالنسبة للحركة هنا هي التي هي عارضة جدا، عارضة بسبب التقاء الساكنين. أرجئي. أرجئي. الفعل مش مجزوم. أرجئي. أرجئي. شوف. أرجئي هذا فعل الأمر مبني. أرجي
فعل امر مبني ارجي مبني هنا مبني على ما يكسب به مضارعه على حذف حرف العله اصلها رجاء اصل ارجي بالياء فلما جزم حذفت تلك الياء فصارت والهاء ضمير هذه ليست من الفعل يعني والله انا ظننتني اليوم بالعرض القطيع على الانتهاء لكنه بس نقول ان الاعراب في اللغه هو الابان والافصاح بمعنى اعربت عما في ضميري معناها افصحت وبينت والاعراب في اصطلاح اهل النحو هو تغيير او تغير اواخر الكلم سواء كانت هذه الكلمات اسماء او افعال طبعا الحروف لا يتغير اواخرها بسبب اختلاف العوامل الداخله عليها سواء كان هذا التغير لفظيا ظاهرا او كان مقدرا وقلنا ان الاصل ان يكون الاعراب ان يكون ظاهرا وانه يقدر في الاوقات التي يتعذر او يستحيل فيها الظهور متى يتعذر او يستحيل يتعذر او يستحيل عندما يكون الفعل يتعذر عندما يكون الفعل او الاسم اخره حرف عله يعني الفعل في بعض الاوقات والاسم في بعض الاوقات التي يستثقل فيها يقدر الاعراب في الاوقات التي لا يستثقل فيها لا يقدر بل يظهر وعندما ويستحيل عندما يتصل بياء المتكلم فهنا يجب كسر ما قبل ياء المتكلم وعند ذلك يقدر الاعراب وما سوى هاتين الحالتين وهو حاله الاعتلال بحرف العله يعني ان يكون الاسم اخره حرف عله كما مثلنا لو قلنا مثلا حتى نشارك النساء في الموضوع لأننا طلبنا التوضيح ضربنا مثلا بزيد ولا نضرب مثلا بسلمان لو جاءت سلمى أو سلوى سلمى مثلا هذا سلمى هنا فاعل حق الفاعل أن يكون مرفوعا هل ظهرت عليه ضمة؟ لو ظهرت عليه ضمة يقول لها سلمى يقول هذا في استثقال فاكتفوا تقدير الضمة لو قلت رأيت سلمى الأصل أن تقول سلمية لكن هنا مستثقل أيضا صح فقدرنا تقدير الفتحة مررت بسلمى هنا سلمى مجرورة تصل بسلميين لكن استثقلت فقدرنا الكسرة إذن هل نقول سلمى مبنية لأنها بقيت كما هي مع تغير العوامل؟ نقول لا تغير هنا عدم التأثر هنا ليس بسبب البناء بل بسبب مانع وهو الاستثقال كون الفعل اسم آخر هو حرف علة لو قلت مثلا جاء ولد رأيت ولدا مررت بولدين. ها هنا ولد فاعل رفعت ها هنا ولد مفعول نصبت ها هنا بولد ولد مجرور جرت فنقول ولد معرب صح لنا إعراب ظاهر طيب لو قلت جاء ولدي هنا فاعل صح رأيت ولدي هنا مفعول منصوب هنا فاعل مرفوع وهنا مفعول منصوب صح مررت بولدي لاحظ ولدي هذه بقيت كما هي رغم أنها هنا مرفوعة وهنا منصوبة وهنا مجرورة هل نقول ولدي مبنية؟ قل لا المتصل بياء المتكلم دائما يكسر آخره الاسم إذا اتصل بياء المتكلم يكسر آخره بالمناسبة لأن الياء لا يمكن أن تمد إلا الكسرة واضح فنقول معرب ولكن إعراب مقدر فنحن نقول الإعراب هو تغير أواخر الكلمات بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها هنا عام الرفع هنا عام النصب هنا عام الجر سواء كان هذا ظاهرا كما في ولد أو مقدرا كما في ولدي وسلمى
قال واما اذا كان الفعل الاسم ليس بمعتل وليس مضافا لياء المتكلم ومع ذلك نجده يلزم حاله واحده هذا معناها مبني واذا فعل اذا نظرنا سنجده دائما اما ان يكون ضميرا او اسما موصولا او اسم اشاره او اسم استفهام او اسم شرط او اسم فعل ولن نجد اسما مبنيا الا هذه الابواب السته ويستثنى من الموصول المثنى ويستثنى من الاشاره المثنى الاسم ولا الفعل؟ سناخذ الان اسما مبنيا نجد ان العوامل الداخله عليه لا يتغير جاءنا لقد أفهمت من انتبه لقد أفهمت من هذه اسم بدليل أنها تدخل عليها حروف جر بدليل أنها يسند إليها علامات الاسم المعروف طيب هذا الاسم أفهمت من هنا ما موقعه من الإعراب ها مفعول به أفهمت أنا تاء هي فاعل ومن هنا مفعول به طيب لو قلت مثلا لقد فهم من افهمت من هنا فاعل مرفوع هل تغير اخرها من مانع ماذا يمنعه من التغير ليس اخر حرف عله ليس مضافا لي المتكلم ما الذي يمنعه من حركة؟ من؟ لو وجدنا شيء معلق به هذا السب لعلقناه لكن ما وجدنا له تأويلا إذا هو من؟ لو استمعت إلى من؟ فهم لاحظ إلى هنا حرف جر اتصلت بمن وجرتها لكن بقيت من ساكنة مع أن آخرها ليس حرف عين ومع انها لم تضف هي المتكلم اذا من هذه نستطيع ان نقول انها اسم مبني وهو من نوع الموصول كما سياتينا ان شاء الله تعالى لا هنا موصول تاتي اسم شرط وتاتي استفهام وتاتي موصول لكن في هذا الموضع موصول اسماء الافعال هي كلمات معناها معنى الفعل الفعل الخارج والضارب معناها معنى الفعل ولكنها لا تتصرف لا تدخل عليها العوامل كما تدخل على الفعل جامدة لا تتأثر لو قلت لك مثلا أردت أن أقول لك اسكت وكنت واحدا أقول لك اسكت لو كنت مهلين أقول لكم اسكتا لو كنت هلها أقول اسكتوا لو كنا نساء قلت اسكتنا صح أما هناك كلمات تؤدي نفس الغرض ولكنها جامدة لا تتأثر تصرف مع الضمائر صح معنى اسكت إذا كنت واحدا أقول لك صح إذا كنت مهلا أقول لك ما صح وإذا كنت عشرة أقول لك ما صح وإذا كنت رجالا أقول لك صح وإذا كنت نساء أقول لك صح ما أقول صح هو صهاني وصح هو لا صح للجميع هذا يسمى اسم فعل هذا ما يسمى اسماء الافعال الكخ الذي قال كخ نعم هي اما اسم فعل او شيء يشبهه اسمه يسمى عند النحاة اسم صوت وهو كذلك مبنى هات هاتي 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 وتعالى هذه الصحيح فيها انها ليست اسماء افعال وانما هي افعال امر اتصال ياء الواحد المخاطبه بها فتقول تعالي للمراه تعالي للمراه تقول تعالي ولو كانت
اسم فعل تمام. هاتي 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 هل 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 تتصل بها يا واحد المخاطبة؟ أقول هاتي تتصل ولا لا تتصل؟ لا تتصل. هو فعل، هو اسم أمر. لا، إذا كان فعل أمر تتصل به يا واحد المخاطبة. هاتي هاتي يا واحد المخاطبة تتصل به. وهذا الذي لذلك هاتي وهاتي وبعض الأفعال معها اختلف فيها هذه الأفعال أمر أم اسم أفعال. والصحيح أن هاتي أنها فعل أمر لأنها تقبل دخول الياء الواحدة المخاطبة. ومن قول ابن القيس إذا قلت هاتي نوميني تمايلت علي عظيم الكشح ري المخرخر. هاتي فكل ما تدخل عليه ياء الواحدة المخاطبة فهو اسم فعل أمر. هي هات السفع بمعنى بعونة. هذه لا تدخل عليها لا يمكن أن تصرفها. هي ثابتة كمان. اسم الفعل يؤدي إلى ها؟ اسم الفعل يعني. ها؟ هو اسم هو مقام الفعل ولكن هو معناه مع الفعل ولكنه فيه علامات الاسم. فيه علامات الاسم. يعني لا يعرف. لا هو مبني. هو من هو اسم ولكنه من نوع الأسماء المبنية. ليس من الأسماء المعرفة. لا شئت نبدأ بعلامات الإعراب وإن شئت فتحنا مجال الأسئلة. نحن لسنا لا ينبغي أن نستعجل يعني. كما أخذنا أنا مربوط الرجاء إملاء الخلاصة لأنك تسرع كثيرا. طيب طيب خذ الخلاصة. قرب شوي. الإعراب قرب شوي للغة الإبانة والإفصاح. وفي الاصطلاح تغير أواخر الكلم أو تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا بسبب لفظ يعني الله شيخ. إيه لفظ يعني الله. بسبب اختلاف العوامل بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها وضد الإعراب البناء وهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة رغم تغير العوامل الداخلة عليها وهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. ما قلنا حركة لأن قد تكون سكون. حالة واحدة رغم اختلاف العوامل الداخلة عليها. وكل الحروف رغم اختلاف العوامل الداخلة عليها. وكل الحروف مبنية
وأما الأسماء فالأصل فيها الإعراب، الظاهر. أيوة. وقد يقدر إذا كان آخرها معتلا أو آخرها أحد حروف العلة، إذا كان آخرها أحد حروف العلة الواو أو الياء أو الألف، إذا كان آخرها معتلا أو كان آخرها أحد حروف العلة أو أضيفت لياء المتكلم. وقد تبنى ويكون ذلك في ستة أبواب، يعني كل ستة أبواب كلها مبنية وما سواها معه. وقد تبنى الأسماء ويكون ذلك في ستة أبواب. واحد الضمائر، اثنين أسماء الإشارة، ثلاثة الأسماء الموصولة، الأسماء الإشارة باستثناء التثنية، وأسماء الموصولة باستثناء التثنية لا تثنيه. كلاهما مبنية، الذون والذين كلاهما مبنية، لغة لغة. أسماء واحد الضمائر، اثنين أسماء الإشارة، ثلاثة الأسماء الموصولة ويستثنى من هذين البابين تثنيتهما، وأربعة أسماء الاستفهام، خمسة أسماء الشرط، ستة أسماء الأفعال. يعني كل ما سوى هذه الأبواب الستة من الأسماء فهو معرب، إما إعرابا ظاهرا أو إعرابا. من وما ومتى وأيان وأين ومهما، أسماء الإشارة، أسماء الإشارة ذا هذا وهذه وتا وتي أولئك. المهم نسرع الآن في مقام إن شاء الله نصل إلى أسماء الإشارة ونتكلم عنها. لكن الآن عرفنا أن الأسماء كلها معربة، إما إعرابا ظاهرا بعضها معرب إعرابا ظاهرا وبعضها معرب إعرابا مقدرا، وأن هناك ستة أبواب مستثناة تبنى ولا تعرب أصلا. وأما الأفعال فالأصل فيها البناء، ولا يعرب منها إلا نوع واحد وهو الفعل المضارع، الذي لم يتصل بآخره نون النسوة، لم تتصل بآخره نون التوكيد ولا نون النسوة. مفهوم الكلام أن كل أنواعه الماضي مبني والأمر مبني، والمضارع الذي اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد مبني. ها؟ مثال مثلا في نون التوكيد، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لتجدن هنا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال نون التوكيد به. بهاي نون النسوة
المطلقات يتربصن هنا يتربصن فعل المضارع مبني على السكون لاتصاله ب نون النسبة و لو كان فعل المضارع غير متصل بها يكون معرضا. إذن هذا باختصار هو ملخص هذا الدرس اليوم، وهذا الإعراب قد يكون بالرفع وقد يكون بالنصب وقد يكون بجميع الأسماء، وأما الإفعال فقد يكون بالرفع وقد يكون بالنصب وقد يكون بالجزم، فيشترك الاسم والفعل بالرفع والنصب، فيختص الفعل بالجزم كما يختص الاسم بالجزم، ولكل واحد من هذه الأقسام الرفع والنصب والجر والجزم لكل واحد منها علامات يعرف بها في أبواب معروفة نتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول بالنسبة لاسم يوسف جاء من الآية لقد كان لي يوسف وإخوتي، وهناك هنا يوسف اسم معرب لكن لا نقول يوسفي، هذا يسمى المنع من الصرف. إذا كان الاسم يظهر عليه الرفع يظهر عليه الضمة فتقول هنا جاء يوسف، ويظهر عليه النصب فتقول جاء رأيت يوسف، ولا يظهر لا يظهر عليه الكسرة ولكن يلم عن الفتحة تقول مررت بيوسف، فهذا في النهاية هو تغير أواخره إلى مرة ضمة ومرة كسرة إلى مرة ضمة ومرة فتحة. إذا هو ليس ملازما لحالة واحدة هذا معرب، لأنه قاصر في الإعراب، وهذا سيأتينا إن شاء الله أن الإعراب من هو متمكن يظهر عليه رفع والنصب، يظهر رفع عليه ضمة أو ما ينوب عنها ويظهر عليه فتح، لكن تنوب بعض الكلمات تنوب فيها فتحة عن الكسرة ويسمى الاسم الذي لا ينصرف وهو لا ينون. تقول يوسف ما تقول يوسف، لو كان زيد لقد جاء زيد، رأيت زيدا ومررت بزيد، أما يوسف تقول جاء يوسف ما تقول جاء يوسف، هذا ممنوع من الصرف. وسيأتينا أسباب منع من الصرف وهو في يوسف العلمية مع العجمة. نعم. أنواع الأسماء الفاعل هي صح أو وهم فقط أما لا، وهي منها ما هو للأمر بلا صرف، ومنها ما هو للماضي مثل هيهات بمعنى بعد، ومنها ما هو للمضارع مثل أوه بمعنى أتوجه. كثيرة نعم كثيرة كثيرة. هي لها باب خاص في النحو. بارك الله فيك. لكن في الجرومية احنا نبدأ بالجرومية ليس فيها اسماء الأفعال، لكن بعد ما نكمل الجرومية سنبدأ بكتاب أكبر فنتعرض لأسماء الأفعال وأسماء الأصوات وكثير من الأمور. الجرومية هي الآن التي مقررة مع شرح أي شروح أي شرح منها سواء شرح العثيمين أو كان شرح محي الدين الدراسي الفتح السنية أو غيرها، المهم واحد يفهم معنا ويطالع في الكتب التي شرحت الأجرومية وسيجد نفسه إن شاء الله يفهمها. حتى حرف مبني، لكن قد يكون حرف جابر وقد يكون حرف نصب وقد يكون حرف عطف، هذا شيء آخر راجع لمعانيه. أيوة. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ناصب، أن تقول حتى يقول لأن حتى هنا ناصبة، لكن في رواية نافع ومن قرأ بالرفع في ضم اللام الأصل حتى يقول الرسول، وتكون الرسول ضمير بدل من الضمير الموجود فيه يقول، لكن هكذا رسمت حتى يمكن أن تضبط القراءتان في الرسم على هيئة واحدة، هذه به بالضم وهذه أن حتى هنا هي أداة تصل، لكن هنا لم تصل في رواية الرفع لم تصل وأهملت، وهذا له نظائر في لغة العرب أحيانا يهملون عملها فلا يهملون. نعم. أي شرح أجرمية تنصح؟ لا يهم أي شرح، أي شرح تأخذونه تستفيدون منه، ليس عندي أي إشكال يعني، كل واحد يشوف الشرح المناسب ويستطيع يفهمه ويعتمده إن شاء الله، المهم يحضر معنا ويستفيد ويستشكل شيء يسأل عنه ونحن إن شاء الله نوضحه له.
أما الشرح الكتاب، لا نأخذ الكتاب ونبدأ نشرح فيه، هذا يحتاج إلى وقت أطول من هذا. فنحن نفتح لكم مغاليقه وأنتم إن شاء الله تراجعونه مع الشرح وتفهمونه. العلامات اللي تجارة في الفاعل في المتن بتاع الأجر 104 قد تسين وسوف لا تاني الزايد، نحن نزيد أحيانا هذا لا إذا قرأت الشرح سوف يزيدك الشرح، ولو لم يزيدك لا بأس، المهم أنت إذا فهمت القدر الموجود الأجرومية يكفي إن شاء الله، هذه المرحلة يكفينا أن نفهم المستوى الأجرومية، وبعد الشهر أو شهرين إن شاء الله نكمل هذه الأجرومية. نكمل بعد عندنا حصة الأسبوع صح؟ يعني كم أربع حصص في الشهر؟ يعني بعد شهرين أو ثلاثة أشهر إن شاء الله بالكثير نكمل الأجرومية وننتقل لمرحلة من النحو إلى مرحلة أخرى بإذن الله. ذكرنا في فصل الفائدة العلامات اللفظية التي تجعل في الإسناد. ذكرنا الإسناد. الإسناد قلنا أنه أن يكون أن ينسب إلى الفعل إلى الاسم أنه قام بفعل أو اتصف بفعل أو وصف. لو قلنا قام زيد هنا أسند إلى زيد القيام، أي تحدثنا عنه بالقيام، لذلك عبر ابن هشام في شروط الذهب لم يعبر بالإسناد وإنما عبر قال من علامات الاسم الحديث عنه، يعني أن نتحدث عنه بشيء، نسب له فعل شيء أو الاتصاف بشيء. نقول الشمس طالعة، والشمس يسم بدليل أنها تتصل بالطلوع وتتصل بالغروب، الفعل لا يتصل بشيء. واضح هذا هو معنى الاسم. لو كنت ضربت التاء هنا الضمير هنا أسندت إليه الفعل الضمير عرفنا أن هذا الضمير أنه اسم بدليل أنه اسم تحدثنا عنه بالقيام بفعل. نعم. المضارع يكون معرفا إلا في حالة نون التوكيد والنسبة. إي. أي مبنية. أي مبنية لا تتغير. أي فعل اتصلت به النسوة دائما. أي فعل مضارع اتصلت به النسوة تجده دائما ساكنا، وأي فعل مضارع اتصلت به التوكيد تجده دائما مناسبا للفتح، وأي فعل سلم من اتصاله بهما تجده مرة يرفع ومرة ينصب ومرة يجزم. داعم قاض او ما شابه. هذا نوع من الاسماء يسمى الاسم المنقوص، وهو يعرف في الرفع. سياتينا في علامات اذا درسنا علامات الاعراب في الدرس القادم سنتعرض لنوع من الاسماء يسمى المنقوص، ويرفع بالضمه المقدره اذا كان معرفا، واذا كان منكرا تحذف منه الياء. سياتينا ان شاء الله اسم منقوص، وتظهر عليه النصب، لا يظهر عليه الرفع والنصب، الرفع والجر وإنما يظهر عليه النصب. فتقول جاء الداعي فتقدر الضمة، ورأيت الداعية فتظهر الفتحة، ومررت بالداعي فنقدر الكسرة، وتقول إذا لم تعرف جاء داعم، ورأيت داعيا فتظهر النصب، ومررت بالداعي فتقدر. هذا السؤال جميل. نحن نقول انه مبني اذا كان في وضعه الطبيعي يكون مبني على الفتح، اذا قال هي الاصل فيها. فاذا اسند لضمير وجدنا ان كل ما اسند لضمير الرفع يبقى دائما مضموما، وكل واحد اسند لضمير معين يبقى دائما ساكنا اللي هو ضمير الرفع المتحرك. فبدلا ان نقول انه معرب لانه تحرك مره بالرفع مره بالنصب، الاولى ان يلحق بما كثر منه وهو البناء في الافعال، فنقول هو اذا اتصلت به كذا مبني لا يتزحزح عن هذه الحاله، واذا لم تتصل به مبني على الفتح. والخلاف في النهايه لفظي، لان هناك من نحات من يرى هذا اعرابا، لانه في الحقيقه اذا يعني حصل تغير في بنيه الماضي مره فتح ومره ضم ومره سكن، لكن انطراده في كل باب جعل مبنيا هنا ومبنيا هنا ومبنيا هنا. بارك الله فيك. والسؤال يدل على ذكاء ما شاء الله. البناء في اللغة هو السكون، هو الثبات والسكون. فهو كما تعرف البناء، يعني
البناء الذي نعرفه الآن لأنه عادة ثقيل ورزين لا يتحرك وثابت، فكذلك شبه به نون التوكيد نوعان، منها نون ثقيلة مشددة ومنها نون خفيفة، واجتمعتا في قوله لا يسجنن ولا يكونن لصح. كان يمكن أن يقال لا يسجنن ولا يكونن، ما في مشكلة. لو بخارج القرآن لو قلت لشخص لا يسجنن ولا يكونن، أو قلت لا يسجنن ولا يكونن، أو قلت لا يسجنن ولا يكونن، أو قلت لا يسجنن ولا يكونن، لا حرج. أنت هي نون التوكيد سواء كانت مشددة أو مخففة هي نون التوكيد.